مساء الخير. لا يختلف أحد على نجاحها، كما لم يختلف أحد أيضاً على أنها مثيرة دائماً للأزمات، أزمات أدت إلى وقفها أكثر من مرة لتعود بنجاح جديد ثم أزمة جديدة، وصولاً إلى قرار الاعتزال. بين سابع سما وسابع أرض، الإعلامية ريهام سعيد في ضيافة الليلة. إذن ريهام سعيد في ضيافة الليل، اللي اسمها طبعاً بيغني عن كل الألقاب والتعريف. مساء الخير ريهام، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة، نورتينا. ميرسي يا حبيبي. يا رب نعمل حلقتين حلوين يا رب، مثل ما كل الناس بينتظروا بس تكون ريهام بضيافة أي برنامج تلفزيوني. هم وحشوني، عشان كده أنا كنت عايزة. وحشتك القعدة قدام الكاميرات. مش قوي بصراحة. لا وحشني الناس بس ما وحشتنيش القعدة. يعني 24 سنة من العطاء الإعلامي. الليلة حنحاول على قد ما نقدر يا إما نختصرهم يا إما نكتشف جانب آخر من ريهام كتار من الناس ما بيعرفوه. حنبتدي أنا وأنت على عمك، هو عنوان المحطة الأولى. في عندنا الصناديق الثلاثة دول، الصندوق اللي بتختاري لازم تجاوبي على أسئلته. أوكي. الأقرب لإلك تختاري أي صندوق؟ اللي في النص. اللي في النص، خير الأمور أواسطها. أوكي تمام، يلا نبتدي. بسم الله. أكيد ثلاث قنابل قدام. ثلاث قنابل أكيد. طبعاً هنفجر أول قنبلة. يلا يلا. ريهام، أنت مؤمنة بنظرية المؤامرة؟ ما كنتش خالص وأنا صغيرة. كنت كل الناس طيبة وكل الناس حلوة وكده. بعدين لما اكتشفت بقى بمرور الوقت حاجات مش ممكن حد يصدقها، عارفة بقيت ماشية دلوقتي إن بعض الظن إذن. يعني بقيت أقول لنفسي كده، لأن وقعت في مؤامرات كتير قوي، فبقيت ساعات دلوقتي أظلم. يعني بتشكي في كل حاجة؟ لا كل حاجة. كل حاجة بشك بتشك في كل حاجة. بابايا بشك في كل على المسيرة، على اللي حصل معاك طوال السنين. طب ما الفشل موجود بحياتنا والنجاحات، ليه ما نقولش إنه في بعض العقبات المصاعب؟ الفشل والنجاح غير الخذلان. يعني انجح وافشل ده من عند ربنا. او ممكن اكون انا هشتغل على نفسي، لكن حد يخذلك دي بتبقى صعبه. وهي عدم الثقه بيجي من الخذلان الكتير. يعني طب ليه انت بشكل خاص ريهام؟ لا اكيد انا مش بشكل خاص، اكيد انت في ناس خذلوكي في حياتك طبعا. أكيد بس يعني ليه يعني صارت اكبر نظريه الخذلان او نظريه المؤامره بالنسبه لك وفقا لايه؟ يمكن عشان انا كنت من الناس اللي عليهم سبوت لايت زياده قوي. يعني انا ما شفتش حد في العشرين سنه اللي فاتوا اتكتب عليه كم الاخبار وكم المعلومات وكم، يعني انا كان عليا سبوت لايت كبير شويه، زياده شويه. 23 سنه من العطاء ريهام نسوا بسبب أربع حلقات من سكرون؟ لا هما مش بسبب أربع حلقات على فكرة خالص. لا لا، يعني هما بسبب التوقف كتير. يعني مش عشان حصل مشاكل أو أربع مشاكل في 5500 حلقة. حلقة الثعلب، حلقة التخان. لا مش عشان كده، لا. عشان التوقف كتير. يعني توقف سنة فتت المول، وبعدين أرجع. وبعدين توقف سنة تانية، وبعدين سمنة توقف سنة. يعني توقفت في الخمس سنين اللي فاتوا ثلاث سنين. فثلاث سنين مش على الشاشة، ولما بتطلعي ما بتكمليش سنه فخلاص. لكن هو زي ما يقولك ايه، الزن على الودان امر بالسحر. لو انا موجوده طول الوقت لا ما حدش كان هيفتكر حاجه. طب اختيارك للحلقات او المواضيع، يعني واحد يحصل معه مشكله اول مره يقول انا اتفادى انها تحصل معايا في المره الثانيه، طب مره واثنين وثلاثه واربعه، هل عن سابق تصور؟ مفيش حاجه شبه في حاجه. يعني لما توقعي في نفس، تكون مثيرة للجدل. يعني أنا اليوم في عندي معايير معينة في البرنامج بعرف أنا مش لازم أتخطاها. لا لا لا، أنت لو أنت السبوت عليكي زي محمد رمضان مثلا. طيب محمد رمضان عمل حاجة ما عملش حاجة، هيتكلموا، لازم هيتكلموا، لازم هيثيروا الجدل. ليه؟ لأنه عدى الخط الأحمر بتاع النجاح. أنت أقل حاجة بتحصل يعني كانت تسبب لك مشكلة. هو كلامك هيبقى صح لو إحنا غلطنا وما صلحناش. إحنا ما غلطناش ولا مرة. إحنا بيغلطونا
طب بس صار في قواضي وصار في كلنا احكام، طلعنا فيها براءة، مش ولا احكام ولا حكم. طيب اتسجنتي 45 يوم ليه؟ ما اتسجنتش، اتحبسنا احتياطي. طيب كان كل مرة بنطلع من اول جلسة، ده دليل على ان مش حاجة خالص. يعني دايما لما بيبقى في قوالان او شهود او حاجة، لكن احنا من اول جلسة لان مش اي حاجة خالص. لكن لما حد يبقى متضايق منك او عايز يوقعك بيقعد لك بالورقه والقلم كده ويعمل لك افخاخ ويعمل لك صور ويفبرك لك حاجات ويقتطبوا من فيديوهات ويحطها لك ويعملوا مش عارفه ايه. ف هي عشان كده لما بتقولي لي وحشك كرسيك، لا لان انا عارفه خايفه منه اصلا. مش خايفه، لا ما اخافش، بس انا عايزه اعيش في سلام. خلاص انا تعبت، يعني انا النهارده بكره هرجع هبقى انجح من 4 سنين وهحقق مشاهده اقوى من اي حد موجود. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، متفق الا بالله. ولكن وجع دماغ هتلاقي برضو، الصحفي اللي هيفضل متدقبك، وهتلاقي الموقع اللي بيعمل ضدك، وهتلاقي الزميله اللي بتوقعك، وهتلاقي اللي بيبعت لك المعد عشان يجيب لك حاجات فيك، وهتلاقي من كل حته. والمشكله انك ما رح تعرف تدير الموضوع، يعني انت يا اما بدك تشتغلي بنفس الخط اللي تعودتي تشتغلي فيه، ولو اخترتي خط اخر مش هتكوني انت، صح؟ لا، هي لو قلنا ان احنا عملنا مثلا 6000 حلقه في حياتنا ووقعونا 3 مرات مثلا، ده رقم قياسي. يعني انا شايفه ان احنا كنا واخدين بالنا برضو قوي. لا انا بقصد دلوقتي لو رجعت حتى ريهام اخترتي، رح تقدري ترجعي تتناولي نفس المواضيع اللي كنت تتناوليها قبل بنفس الزخم بنفس سقف الحريه ولا لا؟ حسب القناه سامحالك بايه. وانا ست بروفيشنال، لو القناه مش عايزه يتذاع عليها 1 2 3 4 لازم هسمع الكلام يعني. طبعا. بس قد ايه رح تبقي تشبهي نفسك فيها؟ لا اصل هما مش بيقولوا لي مثلا اقول حاجه كذب او مش حقيقه او مضره. لكن افرضي ان هما سياستهم ان هما مش عايزين يطلعوا ده، خلاص انا عندي صفحه على الفيسبوك وعندي على الانستجرام، واي حاجه عايزه اوصلها للناس اقدر اوصلها على المستوى الشخصي. لكن في الاخر انا موظفه في قناه، لازم احترم سياستها وتوجهها من خلال مواقع التواصل الخاصه فيك، يعني بتقدر توصل لو رسالتك. عايزه يعني. طيب ريهام 45 يوم قلتي لي هم كانوا ايه بالنسبه لك؟ درس حياتي، يعني اقوى درس اخذته، والحمد لله ان انا اخذته لان غيرني خالص. طيب احكي لي بس بالتفاصيل، خلينا نبتدي الحكايه اول ما تلقيت الخبر. صدقتي انت كنت متوقعه يحصل ده ولا قلتي لا انا بحلم ده؟ لا مش حقيقي. بصي انا مستجدعه نفسي قوي في حاجه، ان انت دايما بتروحي النيابه بيتقال لك مثلا هتروحي مش هتروحي كده، فانا كل المحامين قالوا لي لو روحتي مش هتروحي. القضايا دي معظمها، مش انا اي حد، القضايا دي معظمها لازم النيابه بتحبس 4 ايام لغايه ما تخلص التحقيقات. فانت تخيلي ان انت باختيارك التام بعد ما تولدي ب20 يوم بتاخدي شنطه هدومك وبتفتحيها وبتلمي هدومك ومش عارفه انت راجعه ولا مش راجعه، مش عارفه هتشوفيهم تاني ولا لا، هتشوفيهم بعد كام سنه، هترجعي البيت ده ولا لا، هيحصل لك ايه، انت رايحه فين. انا كنت حاسه ان هو فيلم يعني، عارفه وانا لما شنطتي وماشي كده وببص لابني، يعني كان عنده 20 يوم 20 يوم وبرضعه ومفيش لبن، وحتى انا اتاخرت في ان انا اروح النيابه عشان ما كنتش لاقي لبن، كان هو عنده حساسيه من اللبن الصناعي وكان لازم ابعت اجيب من امريكا لبن، ما كانش ينفع لبن من هنا. فاللي اخرني ان انا اروح، حتى في ناس من الكرو زعلت مني ان انا ما كنتش لاقي لبن لابني، لان انا يعني اتحبس قبليه ناس من الكرو قبليه يعني اللي انا ما بكلمهمش لغايه دلوقتي يعني. ف كنت راجل قوي يعني، انا فاكره ان انا عيطت بعد 3 ايام مثلا. اول ليله في السجن الاحتياطي او في الحبس الاحتياطي كان ايه؟ يعني عايزه اقول لك ان ربنا زي ما يكون بعت لي حد ينيمني، عارفه؟ نمتي؟ يعني انا والله يعني زي ما يكون ربنا، انا مش عارفه طبعا الصبح ولا بالليل ولا ايه، بس انا ربنا كان بعت لي حد ينيمني لان انا نمت كتير قوي 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 قوي. وما كنتش مصدقه، مش مصدقه ان ده بيحصل. تالت يوم عيطت ليه؟ ليه تالت يوم؟ وهما بيصوروني اللي هي الصوره اللي هي بتاعت اليمين والشمال،
صعبت علي نفسي قوي، يعني مش ممكن، يعني دي اخر يعني. ممكن مثلا كنت اتخيل ان هيجي لي سرطان، ان انا ممكن مثلا يحصل لي حادثه، لكن دي اخر حاجه ممكن اتخيلها. ومروا عليك الايام ازاي؟ بصي انا كنت بحاول ان انا اتاقلم، يعني كنت بحاول احب المكان، بحاول احب الناس، بس كان في شوكه او وجع في صدري كده طول الوقت والله، زي الازمه كده بتجيلي ان انا مش هشوف ابني تاني. معقوله انا مش هقابله تاني خالص؟ خلاص وبقيت تهم بقى سنين كثيره قوي، فخلاص يعني موت يعني بالنسبه لي يعني. كانوا مرعبين بس كان عندي يقين. نظرتك للسجن او للحبس بشكل عام قبل وبعد اختلفت ازاي؟ بعد بقيت انسانه بحمد ربنا على دخول الحمام. متهيالي ان لو انا كل يعني كنت مريت بكل اللي انا مريت بيه بعديه من مشاكل و وما كانش حصل الموضوع ده ما كنتش هبقى كويس. لا انا دلوقتي على طول بيجي لي اسمها كولابسنج، يعني ايه اسمها نوع من احباط شديد يعني بسقط كده ساعات. بس لو ما كانش جه موضوع السجن ده كان زمان دمرت. ازاي؟ كان زمان دمرت نفسيا، لان انت كل اللي بيتقال عليكي مش حقيقي، وكل اللي بيتقال حواليكي باطل، وكل الاتهامات ليس لها اي اساس من الصحه. واقعد اقرا الحاجات واشوف حاجات احس انهم بيتكلموا على روح تانية خالص. النقيض، انا كل حلقه بطلعها، كل حلقه لازم الاقي كل واحد كاتب بوست شكل، لا كل واحد مش معلق. بس كده انا بقرا كنت بعض التعليقات اللي محطوطه انه هي عملت كذا علشان عاوزه تثير الجدل، عشان عايزه تطلع ترند، عشان عايزه تطلع ترند. عشان على فكره رغد انا عايزه اقول لك حاجه، بس عشان ده جهل. انت دلوقتي في برنامج صح؟ ده اسمه ايه؟ سابع سما. لا يعني سابع سما ده هارد تي في شو. شو اتس ا هارد توك شو. يعني ايه شو؟ فيه من انترتينمنت، فيه شو سبايسي، يعني عرض، يعني شو اتس شو. احنا طالعين نعمل شو، بس مش شو كذاب. لكن انا واجبي اني الفت نظرك، لو ما لفتش نظرك هبقى مش صح. هو بيقصدوا يمكن الازمات اللي بتحصل بعد كل حلقه، عرفت؟ عشان كذا. الامثله ما فيهاش خالص، يعني كل حاجه قالوها حصلت غلط. يعني كل حاجه قالوها لو مشينا بالترتيب كده، فتاه المول كل اللي كنتوا بتقولوه على التحرش شويه غلط، احنا طلعنا صح. ولما طلعنا بفيديو صح محدش اتفرج على الفيديو. يعني احنا طلعنا صح. الحاجه الثانيه بالدخان والثعلب، محدش خد صور على من على موبايل، ومحدش عمل اي حاجه، وطلعت عمليه ابتزاز رسمي فهمي نظمي. نمبر 2 التخان، انا عمري ما قلت ان ريحتهم وحشه، وكل الكلام اللي انتوا قلتوه ده ملوش فيديو ولا اي حاجه، دي تلافيق ملهاش اي اساس من الصح. تالت حاجه ايه؟ الثعلب. اعمل ايه؟ طب الثعلب عملنا ايه بتاع؟ عايزيني اعمل ايه؟ انت اتفرجتي عليه هو بيتعذب وهو بيصوت؟ هو مين قال انه تعذب؟ هو انا النهارده لما اجي اكبر صوره قوي لعينيكي دلوقتي، هما قالوا دمع. هو شفت انا الفيديو، المخرجه بتاعتنا اسمها ايه؟ ساره. لو دلوقتي ساره عملت كلوز اب على عينيكي قوي 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 قوي، نوع من الفلاش، هتلمع يعني؟ لو ساره تعمل دلوقتي اكستريم كلوز اب على عينيكي، هيقول لك ريهام قامت ضربت رغد فعيطت، والناس كلها هتصدق ان انا قمت ضربتك وعيطت. ده ناس بقى لها 35 سنه بتعمل ده برخصه، يعني قانونا بتصطاد تعالب توديها نقابه البيطريين ولا كليه البيطريين، يعملوا عليها تجارب وبعدين يسيبوها في البريه بعد كده. يعني ما بيقتلوهاش. وعلى فكره ولو بيقتلوها وانا صورتهم انا ماليش دعوه. انا ليا، انا ممكن اصور ظواهر سلبيه وممكن اصور ظواهر ايجابيه لتسليط الضوء، وانت بقى تصرفي بعد كده. انتوا كلكم شتمتوني انا ومحدش جاب سيره الصياد. انا ما شفتش حد خالص جاب سيره الصياد. وتاني يوم طلعنا فيديو والثعلب متسرح ومحطوط له شامبو دراي شامبو وبتاع، محدش شاف الفيديو برضه. وثلاث ارباع الناس اللي حاطه بوستات تشتم فيا من صحابي، حتى انا معايا صور ليهم دلوقتي بالمينك. الموضوع ده جاب لك السكر والزهايمر الى حد ما؟ الزهايمر انا بنسى. تنسي؟ عرفتي منين؟ عرفت منين؟
اصلا شفت لك فيديو كنت مناسبه انا ما قلتش حكايه بنسى دي للناس. بقيت بتنسي؟ بقيت بنسى جدا بطريقه من كتر الضغط اللي انت فيه. لما رحت للدكتور النيورولوجيست قال لي ان لما بيبقى فيه اوفر ثينكينج او تفكير زياده او ضيق زياده زي ما تقولي المخ بيتلف، يعني بيبقى عليه ضغط كبير قوي فبينسى. واللي بيشتغلوا معايا هنا في النهار 10 سنين بيقولوا لك ان انا كنت بفتكر الكادر رقم 2 في الدقيقه 5 في الفريم رقم، يعني كنت كمبيوتر. فيصعب عليكي نفسك بصراحه، بس السن والسكر برضو كمان السكر من ورا الضغط النفسي ده بيروح ويجي بيروح ويجي الضغط النفسي. مع ان انا كنت قويه ما اعرفش ايه اللي حصل، يعني انا طلعت من السجن وكنت زعلتي على حالك ولا زعلتي اكتر من الناس اللي حواليك؟ مثلا انا من المواضيع اللي برضو استغربتها ازاي الكرو اللي اشتغلتي معهم 25 سنه ما حدش منهم بيكلمك، زعلانين منك؟ لا مش كلهم، معظم اللي اتسجنوا صح اكتر في القضيه اللي اتسجنوا ما بيتكلموش معاكي دلوقتي، مش عارفه ليه، مع انهم اكتر هزعل. معتبرينك سبب انت في دخولهم انهم انه كانوا بيشتغلوا معايا مثلا؟ طب ما انا كنت سبب في انهم يتعرفوا برضو، كنت سبب في انهم يبقى معاهم فلوس، كنت سبب في انهم يدخلوا النهار، كنت سبب في حاجات كويسه كتير قوي. وهو انا هم اتسجنوا وانا كنت في البيت يعني ولا ايه؟ درجة عايشة بشك صرتي ريهام، يعني خاصة قضية المعدة اللي دخلت وسجلت لك واللي من خلال هذه الحادثة نمت شهر بالسرير انت. لا هقول لك حاجة، دي انا المعدة اللي هي كانت بعتنها تسجل لي دي، والله العظيم وحياة ربنا ما بكذب، انا قعدت 6 أيام في حالة ذهول، عارفة والله العظيم وحياة ربنا قاعدة على الكنبة كده عاملة كده، وكل اللي بسأله نفسي ليه؟ عملت لها ايه؟ عمرها ما شفت مني حاجة وحشة. المعدة دي كان الكرو بيكرهها كله، كان يقعد يقول لي ما تتعامليش معاها وبتاع، بس أنا مش كده. يعني أنا بالعكس اللي بيقولوا عليا صعبة في الشغل بالعكس أنا بفوت كتير قوي. وخصوصا لو حد شاطر في الشغل. بس إنها بيصعب عليكي، عارفة بيصعب عليكي إيه؟ إن معقولة الناس دي مش بتحبني؟ يعني انا كنت بحس انهم بيحبوني، يعني لما كانوا مثلا يجوا هنا مثلا في النهار ويحتفلوا بعيد ميلادي ويجيبوا لي هدايا واكيد الجمهور شاهد على ده، وكل ده كان كذب. انتوا قلتوا ملهاش قومه تاني، ملهاش قومه تاني، مش هترجع مذيعه تاني خلاص. واحده اتسجنت هترجع مذيعه تاني؟ مش هترجع تاني خلاص، ما بقالهاش عوزه، فاهمه؟ خلصت المصلحه يعني، خلصت. فانت كل ده كنت بتمثله بجد؟ والله العظيم، لان هو اللي بعديها انا عييت وشلت مناخيري 3 مرات وجالي سكر وعملت حادثه بالعربيه انا وجوزي، محدش رفع سماعه التليفون يقول لي انت فين؟ ولا سلامتك ولا ازيك، بس عشان ما اظلمش هما 2 وفي 2 جدعان جدا بس ما كانوش معانا في المشكله. لكن اللي كانوا في المشكله لا مش موجودين خالص، يعني كانوا اهلي صح. 23 سنه وشغل ومقناتي لقناتي وبنقعد بحياتنا نحن بشغلنا اكتر ما بنقعد مع اهلنا وعيالنا وبنبقى عاطيين. لا ولو ما خدوش فلوسهم يبقى انا مش هطلع البرنامج، ولو ما ده ما زادش يبقى انا مش هعمل، ولو طب عصاره التجارب كلها ريهام واللي حاصل بقيت عاملة زي دلوقتي؟ بقيت بصة للناس على انهم وحشين قوي قوي. بتخافي حد يسجلك؟ يعني انت لا انا ما بخافش، لان بتطلع عمري ما خفت من حاجة بقولها، حد بيعمل لا حركة غريبة، عمري ما خفت من حاجة بقولها، عمري ما بغلط في حد بدون وجه حق. اوكي وانا مش غلطة، عشان كده انا عندي قضايا كتير يقول لك دي بتاعت مشاكل، لا انا مؤدبة بس محترمة، باخد حقي بالقانون، ما بردش على حد، ببص على كل حاجة من غير حب دلوقتي، من غير شغف، هي دي الكلمة الصح. عشان كده قررت تسيب الإعلام صح؟ أخدت قرار الاعتزال؟ يمكن أريحهم، يعني أنا قعدت أقول إيه طيب كان عندي 2 ساعة إلا 3 إعلانات، ما بقاش عندي إعلانات، كنت بطلع 3 أيام في الأسبوع 3 ساعات بقيت أطلع 2 ساعة، طب كنت بتكلم في حاجات مهمه وبتاع لا بقيت اتكلم في حاجات اخف وبطلع باسنت وبطلع اطفال وبعمل مش عارفه ايه، فالنجاح بيقل اكيد. اوكي مش عاجب برضه،
حرب برضو ودفع لمين عشان يشتم فين وإيجار مين عشان يعمل كامبين إيه و... في الآخر يقولك ده استسلام. لا مش استسلام، ده ترفع. مش عاوزة وجع دماغ، ولا هنجح أكتر ما نجحت، ولا أنتوا هتنجحوا أكتر ما نجحت، ولا حد هياخد مكاني، ولا حد هياخد رزقي. هتجه للتمثيل. آه. ساعدوك زملاء المهنة؟ بصي أنا بصراحة كلمت ناس ردوا، في ناس ما ردوش عليكي. كنت بتفرج على فيديو لمصطفى حسني، عشان أنا مصطفى حسني ده اللي معيشني يعني، وقالك من الدعاء برضو لازم السعي إنك تسعي. قلت خلاص أنا هكلم الناس أطلب منهم إن يشتغل معاهم. يعني أنت حاجة أنت ما تخيلتيش نفسك تعمل. لا 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 مش شخصيتي خالص. أنا بصي لو مفلسة لا يمكن أطلب من أمي فلوس، لو عايزه اي حاجه ممكن اطلب من جوزي. الطلب ده عزيز عليا جدا، مش حاجه من حد ابدا. يطلب مني اهلا وسهلا، بس انا ما اطلبش حاجه من حد. فرفعت سماعه التليفون على كذا حد، قلت له انا عايز اشتغل معاك. لا رد كلهم كويس، بس هي على فكره مش معنى ان هم ما شغلونيش معاهم يبقى. يعني هقول لك حاجه، من اجدع الناس مثلا محمد رمضان. محمد انا كنت زعلت منه من 3 سنين عشان ما رضيش يقابلني في مقابله برنامج، وقال لي ان هو ما كانش يعرف او كده، او انا ما كنتش انا المقصوده. يعني انا ما فيش مره بعت واتساب لمحمد رمضان او كلمته وما ردش عليا. دايما بيرد عليكي؟ دايما دايما، لغايه من اسبوعين دايما بيرد عليا، وانا بحس ان ده جبر خواطر. هقول لك حاجه، عندك رساله من محمد؟ عندك رسالة؟ أنا قبل التصوير قلت لها إن في أنا رسالة، أنا بس محمد ما تزعلش مني، يعني في الكاميرا ما تزعلش مني، أنا كده مش بسرب والله حاجة، بس أنا عايزة أوري الناس. بس بيقعدوا يقولوا إنك لبست وقلعت وظلمت التيار وعملت، أنت ما ظلمتش حد على فكرة، ده رأيي أنت ما ظلمتش حد، ومش عايز يدفع له فلوس وبتاع. إمتى آخر مرة اتكلمته؟ اتكلمنا قبل رمضان على طول، قبل ما يدخل المشوار ان شاء الله ربنا يوفقه. وقلت له انا محمد عايز اشتغل معاك، وانا تخيلت مش هيرد عليا بصراحه، لانه كان ساعتها فتور في امريكا. وكان لو انا مكانه ما انا مش هرد، مش هرد يعني، ولا هسمع الواتساب اصلا. لان محمد بقى كبير يعني، ابقى امراض اي حد. كلمتي قلت له انا عاوز اشتغل؟ بعت له واتساب قلت له انت اي حد بيقف جنبك بيبقى ناجح، وانا محتاجه نجاحك دلوقتي، وانا اشتغلت معاك ابن حلال قبل كده وكنت انا ساعتها ناجحه جدا واضفت للعمل، انا محتاجه ان انا انجح دلوقتي معاك. فهو رد عليا، هقول لك حبيبتي يا رورو، ده حسن، وده شيء يسعدني وانت اضافه لاي مشروع تشتغلي فيه. حبيبتي يا ريهام، والله انت ما تعرفيش كلامك اسعدني قد ايه، وبجد انت اضافه كبيره جدا وفرقتي في حالات كتير جدا جدا. و لما تشتغليش معاه خسران كتير. انا عيطت ساعتها، لان كم الناس اللي تخلوا عني، وكم الناس اللي ما بيردوش عليا، وكم الناس اللي معاملتهم اتغيرت خالص من ساعه ما انا سبت الشاشه. رهيبه. زي مين ريهام؟ مين اللي خذلك؟ مين اللي اليوم بالفعل حس انه خساره او ما توقعتيش؟ لا كتير كتير ناس كنا نقول الله يرحم. الله يرحم. ساعه ما كنت بتتكلم وبتتكلم كتير، وكتير ناس تكلميهم عشان حاجات بدون ذكر اسماء عشان ما يبقاش تشهير يعني، عشان ما نقعدش في قضايا لغايه السنه الجايه انا وانت. خلوا عني. فانا دلوقتي في الوسط ده ماليش قيمه، يبقى عندي قيمه عند الناس، عند الجمهور، وده المهم طبعا، عند ربنا وده اهم بكتير. لكن في نظر الماركت دلوقتي او ممكن اكون ولا حاجه، بس انا عارفه غير ده، متاكده غير ده، وعارفه ان انا اي حاجه بدخلها ببقى اضافه جامده جدا، مش شطاره مني بس، انا اي حد اشتغل معايا هنا عارف كويس قوي ان انا ما بنامش. يعني انا مجتهده زياده عن اللزوم، زياده اوفر بقى، دي الحاجه اللي انا اوفر فيها فعلا. انا مجتهده وبتقن شغلي جدا، فربنا بيديني على قد شغلي. كل ما يقولوا ماتت وارجع الحمد لله اقوى من الاول. احنا اخر حلقه هنا عاملينها في النهار وجايبه 45 مليون مشاهده.
ففكرة انك تحسي ان نظرة الناس اللي بتشتغل معاهم انك ولا حاجة دي مش حاجة حلوة. بس يعني على كل عمل واحد بس في ناس استجابت. يعني استاذ رؤوف عبد العزيز في مسلسل انحراف ده انا اللي طالبه منه اني اشتغل معاه وطالبه من روجينا اني اشتغل معاها وهم استجابوا وشغلوني معاهم. وحسن عشان كده بقول لك يمكن عمل واحد ينسف كل المقوله اللي انت بتقوليها دي وطل وحده لو ربنا اراد. لو أكيد ربنا طبعا اراد ان انا ابقى يحسن. ممثله واحقق حلمي اللي انا درسته لان انا خريجه مسرح قسم تمثيل هيعمل كده. لو عايز يبعدني عن المجال ده هيبعد. اشتقت شوي وحشك شوي تكوني دور مذيعه شوي خالص حتى لو قلت لك اطلعي لي ببريك وقولي انه بكره حيكون عندنا حلقه معاكي غير شكل. جسمي بيقشعر لان انا عمري راح. يعني انا النهارده بتم 47 سنه. عمرك ايه؟ بس احنا بنسجل النهارده ايه 1 ابريل. انا النهارده 47 سنه. عمرك منهم 22 سنة نص اللي فات بالظبط اللي هو لو عدينا الطفولة والكده انا قضيتهم في الشغلانة دي. اخدت ايه؟ ولا حاجة. لان انا هتقولك اخدتي شهرة فايه؟ اخدت شهرة فايه؟ الفلوس كلها اللي اتاخدت من الشغلانة دي اتصرفت محامين وقضايا كلها. ما حدش يطلع يقول ان انا بقول ان انا فقيره وكده. لا انا الحمد لله مستوره وكل حاجه لان انا بس صرفت كتير من اصلا من اللي اهلي الحمد لله كويسين. لكن الفلوس اللي جت من الشغلانه دي صرفت كلها على المشاكل. اللي ابتزني وخد مليون واللي هددني وخد مليون واللي المحامي اللي اخد كذا فهي راحت كده. والشهره انا شايف انها نقمه. ضيع عمرنا نعمل انترتينمنت قالوا لك ما انتوا بتاخدوا فلوس. طب ما انتوا في شغلكم بتاخدوا فلوس انتوا كمان. بس عايزه اقول لك حاجه بس الجمهور بتاع السوشيال ميديا ده مش جمهور. لا موضوع السوشيال ميديا موضوع يعني النهارده لو منى زكي نزلت الشارع الناس هتشيلها فوق راسها عادي خالص. زي ما كان يحصل مشكله على السوشيال ميديا وانزل ربنا يخليكي على كل ربنا. اللي حصل دي تيارات تانية مختلفه لاسباب تانية يعني بعيده عن الجدل بس يكون في تشدد في تشدد. لا انا عرفت خلاص الليله بتمشي ازاي. بيبقى في عدو ليكي او حاجه مثلا غيران من برنامج رغد فيجي يروح عامل الكلوز اب على مش عارفه ايه او بتاع وياخد لك كلمه ايه وبتاع ويروح عامل الشراره خلاص ويدخل مثلا 1000 كومنت بنزين خلاص بقى هي بتمشي مع بعضها بقى خلاص. كل الناس تصدق اي حاجه وتتسلى فيها طول الوقت وخلاص خلصت كده. مش مهم بقى ولادك مش مهم امك مش مهم ابوكي مش مهم نفسيتك مش مهم شغلك مش مهم اي حاجه. طب وليه بتختم من وقتك برضه بتطلعي وبترد ريهام وممكن في تعليق معين ترجع تطلع تجاوبي عليه؟ ما زال فاهمه الليله بالشكل ده؟ انا ما بقتش ارد على فكره. يعني في الثعلب ده ما ردتش. خلاص انا يعني ما بقتش ارد. انا وحشه يا جماعه وممثله وبقفقه وكل حاجه. خلاص انا بقيت عارفه ان هو مش كده واللي بيقول عليكي كده عارف انك مش كده وعارف انه متضايق منك وعارف انه بيحقد عليكي وعارف انه حاسدك وعارف انه عايز يبقى مكانك وعارف انه عايز يوصل للمكانه اللي انت وصلت لها. بس قلتي لي منى زكي لو مشيت الناس هتشيلها. الناس شايلاكي؟ الناس شايلاكي الحمد لله. يعني انا كنت في الاقصر من يومين كده في مستشفى ومش قادره اقول لك مش قادره اقول لك ده اللي يمكن بيعمل نوع من توازن بافكارك شوي وبطريقه نظرتك وبيراضيكي من جوه بيريحك ان اللي فات ما راحش وانه لسه الناس بس بلاش ضيعي بقى اللي جاي. اللي جاي هو اللي هنتكلم فيه غدا. نستكمل حلقتنا مع المتألقة دائما وابدا ريهام سعيد. احمد حسن من الناس اللي ظلمت. لا 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 لو في 15 ارض مفيش هتنزليه. لا هنزله ال 35,000 ارض. لا اكيد باللي عملته فيا 7 ارض. جورج ارتاح هو ده نفس الشخص اللي يقول على واحده تذيع بالجزمه. هو انا برفع قضيه على كل واحد على الانترنت شايفين فيا ده؟ انا مش هخلص. تعالى بصعب عليكي وانا ولادي ما صعبوش عليكي. حسن شاكوش 7 ارض.
وين وصلتوا؟ يلا القضية بتتسند يعني بعد ربنا عايشة بني أولا توفيق أوكيشة لما قعد 3 سنين يغلط فيها رفعت علي قضية مساء الخير مجددا مشاهدينا. نستكمل حديثنا ولقائنا المتميز واللي بفتكر يمكن للمرة الأولى عم نكتشف جانب آخر كتار من الناس ما بتعرفوا عن ريهام سعيد. من خلال حلقة الأمس اكتشفنا هذا الوجه الآخر. كنت بتحبيه ولا بتكرهيني بصراحة؟ نص نص. لا بصراحة نعم قلك نص نص. لا أنا بحياتي ما بكره حدا بالعمى. حننتقل إلى مرحلة فوق وتحت. فوق وتحت عندنا مجموعة من الشخصيات. ما في لزوم اللي تكوني صريحة أكثر من كده. ما فيش حتطلع الشخصية لا سابع سما يا أما تنزليها لسابع القضايا. جينا للقضايا. لا لا بعيدة بعيدة عن القضايا. يلا حنبتدي بالشخصية الأولى والصورة الأولى. جاهزة؟ يعني. يلا بينا. إذن الشخصية الأولى أحمد حسن. بصي هتعين اتفق على حاجة عشان أنا مش هينفع أطلع حد سابع سما أو سابع أرض حسب علاقتي بيه، لأن هو ممكن يكون على مستوى الشخصي نجم وناجح والناس بتحبه وكده، فهو يبقى عند ناس في سابع سما. بالنسبة ليكي أنت أنا بدي بالنسبة ليكي أنت شو بدي خلينا نخلي مرتبة كده اللي هي نيوترال اللي هو بالنسبة لي مش حاجة خالص، لأن أحمد حسن من الناس اللي ظلمتني. احمد حسن من الناس اللي ظلمتني. ظلم موضوع السمنه ده. قال ان مامته مليانه واتاثرت بالكلام اللي انا قلته وبتاع، وانا متاكده ان هو ما شافش ولا سمع، لان انا واحده اكتر واحده عالجت سمنه في مصر، وانا مرضي ضد السمنه، وعمي مات من السمنه، وخالتي ماتت من السمنه، فانا عمري ما غلطت في التخين. فلا قبل ما اشتم زميل او حد في المهنه، يعني احنا بيتعمل فينا كده، لكن مش هنعمل احنا كده في بعض. انا بستغرب موضوع المواجهه، ليه ما بيحصلش مواجهه؟ لا يعني انت ليه ما ترفعش ايه لو او انت ترفعي سماعه التليفون. انا يا ستي انت عملتي غلطه، ليه ما ارفعش سماعه التليفون عليكي اقول لك رغد انت اللي عملتي ده؟ ليه اروح ضربالك بوست رغد؟ غير بقى لو انا يعني في حاجه مضايقاني منك انت شخصيا. وانا مش عارفه احمد حسن يتضايق مني في ايه؟ عايز يبقى مذيع مثلا؟ اكيد لا. فهو سمع مامته قالت له ده ريهام شتمت في التخين بتاع، راح بوست وصوره معاها، ودي احسن وقت. يا عم عيب يعني النجم يتمهل شويه في ان هو يغلط، ودي حصلت مش منه بس. تامر حبيب وانجي وجدان ومش عارفه ايه وبتاع. طب ما انتوا تقدروا شوفوا الحلقه الاول او شوفوا الفيديو الاول، ما انتوا عارفين ان ممكن حد يقتطف جمله او حاجه تديك انطباع مش انتوا اللي يعني مش انتوا اللي تتعمل فيكوا. قصدي يعني بتحطيه بالنص لاحمد؟ انا بالنسبه لي مش يعني ولا حاجه يعني ولا فوق ولا تحت يعني. طيب هنمشيها. خلينا ننتقل للشخصيه اللي بعدها. عمرو اديب. انا لجأت لعمرو كذا مره. فوق ولا تحت؟ مش هينفع، لازم دي قواعد اللعبه. اسم البرنامج سابع سما، بدنا نشوف يطلع فين ولا ينزل. ما يعني يعني انت من 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 تجربتك معه، يعني انا اليوم بتساليني عن فلان بقول لك يا اما بقول لك لا كان موقفها وحش. يعني هو كان مذيع مثلا سابع سما. تجربتك انت معاكي انت. ما هو ما عمليش حاجه فظيعه وما ضرنيش. فازاي اطلعه سابع سما او انزله سابع ارض؟ انت لجأتي له اكثر من مره قلتي لي وكانت رده فعله ايه؟ رد علي برضو بس يعني ونصحني نصايح
بس انا كنت بلجأ له عشان انا بعتبره كبير المهنه. ففي حاجات كنت اقول له ايه يعني انا مش عارفه اعمل ايه بس هو هقول لك حاجه سابع سما، لان هو من الناس اللي كذا مره اداني فرصه على الهوا ان انا برر واداني مساحه، ما كانش بيعض فيا يعني زي ناس تانية. مين؟ لا زي ناس تانية كانت في اي مشكله تروح طالعه عامله 9 ساعات هوا. طيب اذا عمرو فوق سابع سما. الشخصيه التاليه باسم يوسف. قليل اللي تشاوري فين؟ لا ده فيه 15 أرض مفيش سبب. هتنزلي لك سبب. هنزله 35,000 أرض. ليه؟ عشان ظالم وعشان عندوش ضمير وعشان مش حاجة كتير قوي دمر حياتي. الشخصية التالية. ربنا يهديها فوق تحت. لا اكيد باللي عملته فيا 7 أرض يعني. نزلتيها. الشخصيه التاليه. بحبه قوي بس سابع سما طبعا. هو لذيذ اصلا سابع بس انا مش عارفه بحس ان هو زعلان مني على طول. مش عارفه ليه؟ مش عارفه زعلان مني ليه. كلمتيه ليه؟ صار في اي كلام لا مع بعض؟ لا بصي سمير عدل الله يرحمه كان صاحبي قوي 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 قوي، اكتر واحد بحبه في حياتي في العالم. أوكي. والعدلية دول غير انهم اخوات سامي هم اعظم ناس في المجال يعني. بس انا مدحت العدل استاذ مدحت العدل كتب بوست الشيمة فيا في مره برضو مش عارفه ليه، واستاذ جمال برضو بحس انه زعلان مني بس مش عارفه ليه. ده احساس، انت عندك احساس بس ما فيش حاجه ملموسه. بيشوفني ما بسلمش عليا. انت طب ليه انت ما بتسلميش عليه؟ بتكسف. يمكن هو بيتكسف برضو. لا ده جمال. لا ممكن مش عارف بس طبعا سبع سما. تمام. الشخصيه اللي بعدها. جورج ارتاح. 35,000 ارض. نزلتي طبعا 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 لان انا اتصدمت فيه يعني انا اتصدمت فيه كمشاهده. وبلدياتك فهنت لا 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 ملاش دعوه. طيب. ملاش دعوه. اللبنانيين والله مش عشان انت قاعده بيقول لك مزواق صح؟ مزوقين مزوقين. فحتى الويتر اللي بيجيب لك حاجه يقول لك تقبريني سلامتين على قلبك صحتين. تمام خلاص. فان هو كان بيطلع جنتي قوي في البرنامج ومثقف وشعر ولغه عربيه و طب ايه اللي استفزه للدرجه دي؟ يشيل الست ينزلها بايدها من على الكرسي وبتاع. طب ايه اللي استفزه؟ هو ده نفس الشخص اللي يقول على واحده اديها بالجزمه؟ ما ده اللي انا مستغرباه يعني مستغربة. ايه اللي خلاه يعني يطلع من هدومه ويستعمل هذا اللفظ يعني؟ اساليه. بس هي دي حقيقته طبعا يعني. غير ان هو ماشي على البرنامج بالعنب بحافي معرفش ازاي. هو في البرنامج ده كان في حاجه مش طبيعيه. قال لك لا ده احنا نديها بالجزمه. مين دي؟ مين دي اللي يديها بالجزمه؟ انا؟ يعني هو ينفع يقول كده على واحده يعني بتساعده في البيت مثلا؟ ينفع تقولي على اي حد كده اديله بالجزمه؟ ينفع تقولي على زميلك كده؟ ينفع تقولي المصور ده كده؟ ينفع تقولي على اي حد اديله بالجزمه؟ انا استحملت كتير قوي يعني. لو كان قوي. استعمل تعبير اخر كنت تقبلت النقد اكتر؟ يا سيدي فين الادب؟ لا انا بقول فين لغه الحوار؟ فين اي حاجه؟ غلطني انتقدني قول اي حاجه لكن تهني وانا ام يعني. انا ابني يبقى عنده 24 سنه كده قاعد قدام واحد او جوزي راجل وهو بيقول يدي امه بالجزمه؟ في حاجه في الدنيا تقول ان ينفع حد اصلا يطلع على شاشه تساليني مثلا فلان ايه اقول لك انا هديله بالجزمه؟ ينفع؟ اللي بعده. دي من الناس الغريبه جدا. 7 أرض طبعا. 7 أرض. دي من الناس الغريبه جدا لان احنا كنا بنشوف بعض بنسلم على بعض كويس قوي. كنا نتقابل في نادي الجزيرة ولادنا يتقابلوا وكانت يعني كنت بشوفها رول موديل للجمال والرقة وكده. اوكي حصل ايه؟ حصل ساعة الثعلب برضو راحت كاتبة بوست كده ملوش اي 30 لازمة. هي اللي قلت الصورة اللي كنتوا لابسين مع بعض المانتو يعني؟ لا دي منهم. هي عندها مينك كتير وعندي صور كتير قوي ليها بالمينك محوشاهم لها. خلاص والله العظيم محوشهم لها. فيك البرك مش الاصلي. انا قعدت عملت سيرفي بقى قلت بلاش ريام نظريه المؤامره دي الناس دي بتكذب ولا ايه؟
طب انت لو عملتي غلطه في اي حاجه تفتكري انا هكتب بوست اقطع فيكي؟ فكرتيش خالص خالص ان انا بقالي سنه ما بشتغلش وقبليهم مسجونه وطالعه بعمل حلقه؟ يعني الثعلب صعب عليكي وانا لا؟ ما كلمتيهاش؟ انا بسالك سؤال، انت بداتي قدامك ثعلب وانا الثعلب مش احسن مني وروح وكل حاجه، لكن الثعلب صعب عليكي وانا ولادي ما صعبوش عليكي؟ هي جرحت بالكلام بالبوست اللي كتبته. اي حد كتب بوست على موضوع الثعلب ده وهو مش فاهمه، اللي انا مش فاهماه لغايه دلوقتي ان ناس طلعت تصطاد ثعلب فانا صورتهم زي ناشونال جيوغرافيك، زي كل الناس ما بتغطي رحله صيد يعني. ده في كلمتيها؟ كلمتيها يا ريما؟ ولا رجعتوا التقيتوا في مكان؟ ولازم البرنامج ده يتوقف، ولازم الناس اللي ما عندهاش رحمه. مين اللي ما عندوش رحمه؟ انا اللي كرست حياتي قاعده تحت رجلين الناس؟ بس بتتكلم في ايه؟ بتتكلم ايه؟ عملت ايه في حياتها؟ في يعني ما يعني بتتكلم في ايه؟ انا الناس دي بالنسبه لي يعني اكيد في حاجه غلط. حتى لو ما بتحبنيش شخصيا مش من حقك ان انت تقضي على حياتي المهنيه كده ولا تشتركي في هدمها، لان وات اف 1% انك ظلماني هتاخدي الوزر ده طول حياتك؟ هتقدري تتحمليه؟ يعني انا موبايلي دلوقتي اتسرق وقلت للاستاذ ده اللي سرقه ومش هو اللي سرقه ورفدتوه، هل انا هفضل انام كل يوم بالليل اتحمل وزر ان انا ممكن اكون ظلماه؟ اللي بعده بتقلبي المواجع انت سريعة. بنحاول نشوف. لا هطلعه سبع سما لانه احنا متخانقين صحيح، بس لا انا بحبه واول مخرج اشوفه في حياتي يعني. وانا في الجامعة اول اوديشن اعملها في حياتي كان هو وسامح الباجوري الله يرحمه، كان عندهم شركة ورحت عملت له اوديشن وكل حاجة بيعملها ناجحة، بس هو زعل مني عشان هو كان كاتب بوست بيقولوا ان انا علقت عليه وقلت حاجة على محمد سامي. أنا خدت الكلام على إنه بيتكلم على محمد سامي يعني. أوكي، هو كان مش قاصد محمد سامي. هو مش أنا خالص اللي دخلت على البوست. لا مين اللي دخل؟ حتى بوسي شلبي بعتت لي قالت لي هو ده الأكونت بتاعك؟ قلت لها لا. حد باسمك يعني؟ أنا عندي صفحة فيرفايد واحدة. أوكي. فهو تخيل إن أنا بقوله لا ما تتكلمش على محمد سامي كده. أنا صحيح كنت بس بدافع على محمد سامي في كل حتة، بس ما قلتش لمجدي كده. فهو فهم ان انا بقول كده. والصحافه ساهمت طبعا في اشعال الموضوع. باشعال الموضوع. طيب اللي بعده مجدي الهواري. يا حبيبي بحبه قوي. يعني لو في صدر مستشار نص مليون سما فوق يطلع فيها بيفكرني بنفسي جدا. بحس انه مظلوم وبحس ان الناس بتيجي عليه وهو راجل صح قوي ولطيف. يعني لانه عفوي وطيب ومجتهد وبيعمل حاجات عظيمه للناس البسيطه وراجل جميل بصراحه ربنا يخليه. اللي بعده خلينا بس سريعا كمان. حسن شاكوش سبع ارض. وين وصلتوا؟ يلا القضيه بتاعت السنه دي. طب وين وصلتوا؟ وصلنا ان هو اتنزع القضيه اللي رفعها عليا وانا لسه رافعه عليه قضيه. كان مستاهل الموضوع ده كله يا ريهام؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي شعل الفتيل؟ فتيل الحرب يعني. ولا حصل اي حاجه. انا طلعت في شيخ الحاره اتسالت سؤال زي ما حضرتك بتساليني كده، ينفع اقول لك شرد؟ مش هينفع. صح؟ فاتسالت فقلت انا زعلانه منه، انا بعتبره عدو لان زعلانه منه لانه كسر بخاطر اولادي وما جاش الحفله تخرجهم. ولا عبت في شخصيته ولا في مهنيته ولا في غناه ولا في اخلاقه ولا في اي حاجه. اوكي. بس طلع قال لك انا دخلت الحفله وبصراحه في حاجات كده شفتها انا ما اقدرش اتكلم عنها، حاجات مش مظبوطه كده ما اقدرش اجيب سيرتها. بالحفله اللي انت كنت عاملاها يعني؟ حفله ولادي. حفله ولادي. بيتكلم على ولادي. اللي هم بنت عندها 22 سنه وولد عنده 24 سنه. طريقه وحشه. طيب اللي بعده خلينا سريعا برضو نمشي فيه. ده انا يعني بعد ربنا عايشه بيه. بجد طبعا طبعا سبع وارشاداته ونصايحه والكاريزما الموجوده عنده فظيعه. بحبه حب رهيب. بحبه في الله طبعا لان هو بيصبرني وبحس ان هو مرسال من عند الله سبحانه وتعالى. يعني بسال حاجه لربنا افتح الاقي مصطفى حسني يرد عليا. فبجد والله العظيم بطريقه مرعبه يعني. اللي بعده رضوى.
نخليها برضه في النص. بالنص؟ انا ماليش يعني. انا مهنيا كيف بتشوفيها؟ انا كلمتها بس وقت ما حصل عليها هجوم عشان حاجه معينه مش فاكره ايه هي. وكلمتها قلت لها ما تزعليش وكده، قالت لي طب هكلمك بكره وبتاع، ما كلمتنيش يعني. بس كلمتها عزتها في مامتها برضه ما عرفتش اوصل لها. بس يعني ولا بتحبي برامجها تبعيها بتشوفيها؟ لو قلت كده هيقولوا عليا كذابه، بس والله لا عمري ما تابعتها. مش عشان حاجه، عشان انا لما بتبقي بتشتغلي حاجه مش يعني مش يعني مش هتبقي في الاستوديو تروحي تتفرجي على التلفزيون على برامج. بس نمط البرامج اللي هي بتطلعي بقى الحاجات اللي هي بتطلع للناس بلوك يعني بلوك مش عارفه يعني الحاجات اللي بتطلع للناس دي. لكن لا عمري ما تابعت البرنامج. يعني انت بس زعلانه منها لانه حاولت لا يعني حطيتيها بالنص عشان انت عملتي خطوه. هي دي علاقتي برضوى الشربين، انا كنت بشوفها زمان قوي وهي صغيره اسلم عليها هاي هاي، وبعدين لما كبرنا دي حصل ان انا كلمتها مرتين، مره لما كانت في عزا مامتها رد عليا سعيد جميل قال لي انها مشغوله، ومره تانية لما كان في هجوم عليها كده قلت لها ما تزعليش وبتاع وقالت لي هكلمك بكره ما كلمتش. تمام. اللي بعده يا ماما يعني انت بتجيبي الحاجات الصعبه دي ليه؟ صلاح لا طبعا سبع سما، بس هو زعلانه منه يعني. ليه زعلانه منه؟ هو واضح ان هو طيب قوي عمو صلاح، بس هو بيغلط بسرعه يعني. من الناس برضو اللي هاجمتني في كذا حاجه وانا زعلت، لان هو يعرفني على المستوى الشخصي وعارف قد ايه انا طيبه وكويسه، وكان بيشتم فيا في بوستات على الانستجرام كده فاتضايقت يعني. المفروض ان هو انضج من كده، و يعني لو حد صغير بيعمل كده ماشي. هو بيشتم ولا بيدي راي او بيعطي راي بموضوع معين يا ستي؟ ما هو يعني مش ضروري كل حدا يعني. انا مش ضروري اذا مش موافقتك الراي بكون بشتمك يعني، ممكن انا عندي راي مخالف لرايك ريهام. ما ينفعش في الوقت اللي انت كل الناس قايمه عليكي فيه ومهدده يعني. ممكن يكون هو منى زكي مثلا كل زمايلها سندوها؟ لا لا لا، بس ان تقل خيرا او لتصمت. حصل حاله صمت مده طويله، مش مني، وكان اول واحده حطيت بوست وكل حاجه، لكن حصل صمت طويل خلاص. لكن هتشتركوا في هدمها؟ حتى لو انت هو كل الممثلين تفتكري عجبهم الفيلم؟ اكيد لا. في ناس مع وفي ناس ما ضد، بس ما قطعوش فيها في الوقت اللي هي في ازمه. فاش تبقي انت في ازمه فانا ابقى مشتركه في الازمه دي؟ ما ينفعش. انت على فكره انا ياما دفعت عن الناس غلطانه، لكن عشان كانوا وقت الازمه. ممكن بعد كده اكلمها اقول لها، ممكن بعد كده احط بوست، لكن مش في وقت ما هي مهدده ان مهنيتها تروح وبرنامجها يقف وتتبهدل. ليه اشترك في ده ليه؟ تمام. اللي بعده صعبه قوي يا رغده الاسئله دي، صعبه قوي. اول تعليق انت شتمني شتمني بقى. سبع ارض ولا لا؟ هحط برضه في سبع سما عشان انا بقى احسن منه، لانه كاتب كبير ومؤلف محترم وكنت اتمنى اشتغل معاه في وقت من الاوقات، بس شتمني بلفظ مش لطيف. وكانت اول مره جوزي يرد على حد على الانترنت. اول مره يعني هو شتمني جوزي. رد عليه مراته شتيمه شتيمه لفظ. هو ما شافش حاجه والله العظيم، اتحداكي وهو حي يرزق دلوقتي. وليه ما رفعتيش؟ اتفرج على حلقه السمنه. وليه ما رفعتيش قضيه عليه بشتيمه؟ ما زال في شتيمه بالموضوع؟ عشان انا ما رفعتش قضيه. او انا توفيق عكاشه لما قعد 3 سنين يغلط فيها رفعت عليه قضيه؟ مليون. او انا برفع قضيه على كل واحد على الانترنت شتم فيا؟ ده انا مش هخلص. انا رفعت على شاكوش عشان غلط في ولادي اللي هم اعز حاجه عندي في الدنيا. واللي يطعم في عرضي غير كده بقى اللي بينتقدني في شغلي يعني. تمام. اللي بعده زيه زي باسم يوسف بالظبط. تحت تحت جدا. تحت جدا جدا جدا، لانه عمل زيه بالظبط. طب انا بفكر يعني مع كل القصص والمشاكل اللي عم تحصل بالناس، ما جماعتك الحياه رجعت فيهم مره تانية يعني؟ ما حصلت اي نوع من مواجهه، عتاب، تصفيه حسابات؟ بقول لك ايه، انا فضلت 20 سنه اشتغل بس. بس فانا دلوقتي ولا ليا اصحاب ولا ليا علاقات ولا اعرف حد ولا بخرج ولا اي حاجه.
عشان كده انا ولا هخبط في حد ولا هقابل حد، لان انا قاعده في بيت يعني ما بعملش حاجه يعني غير اولادي وكده. فلا ما خبطتش فيهم خالص، ولو خبطت اكيد مش يعني مش حد مش حد بدري. طيب الشخصيه الاخيره اللي معانا زينه. لا احطها في سبع سما. سبع سما، لان انا زينه دايما اقول إن ليه مع كل اللي حصل سابقا. بصي انا حصل ايه الجديد في القضيه انت وياها؟ انا عمري ما فيش حاجه، لا طلعت براءه. عرفت انا عمري إيه اللي ما غلطت في زينه، وانا عارفه انها بتكرهني. مين قال لك بتكرهني؟ مع انها صاحبه اللي شتمها حقيقي. اوكي هي ما بتحبنيش اكيد من زمان، مش من الحكايه دي. انا بقول لك اللي كان معايا في القضيه هي صاحبته قوي دلوقتي. فانا مطلعه سبع سما عشان انا كنت المفروض ما افتحش الموضوع اصلا، بس والله كان بالذنب يعني. بتقولي لها سوري؟ بتعتذري منها؟ اه بصراحه اه يعني سوري. وزي ما بتقولي انت لو شفتي حد فيهم، هم كلهم ما بشوفهمش بس بشوفهم في صلاتي. لان انا اي حد ضايقني بجد ما بنساش، بقول حسبي الله ونعم الوكيل. هي من الناس اللي ممكن اقول لها سوري ان انا في وقت ازمه ليكي انا اتكلمت او فتحت موضوع، مع انه والله اقسم بالله لو رجعتي الحلقه هتلاقي ان انا كنت معاكي قلبا وقالبا، او كنت حياديه ومش فاهمه حاجه وما بقولش حاجه، لكن ممكن يكون مجرد فتح الموضوع ضايقك، فانا بعتذر لك جدا. تمام، فاصل ونعود. الأخير من حلقتنا مع ريهام سعيد، ننتقل فيه إلى سابع سما. سابع سما، في عنا مفاجأة ليكي. جاهزة ليها؟ أوكي. يلا تعالي حنشوف نشوف حنشوف مين. يلا بصي معايا كده. إيه العائلة الجميلة دي؟ ده عايزة أقول لك تاني يوم ما طلعت من السجن بقى. دي مع جوزك وأبنائك. عائلتك ريهام حاجة كتير كبيرة بحياتك، هن السند الأول والأخير. هما يعني هما اللي عارفيني كويس، هما الحب كله. ها لا هما عارف، هما يعني يعني ممكن أقول لك هما الوحيدين اللي ولا عمرهم ظلموني ولا زعلوني. طب اليوم الدموع بعيونك هي دموع محبة ولا دموع إنه زعلتهم؟ لا أنا يعني مش عايزه لا انا يعني بخاف في مشكله من مشاكل توصل ان انا ما اشوفهمش. يعني يمكن ده من الحاجات اللي خلتني ان انا اعتزل، ان انا يعني مش شايفه ان الموضوع يستحق ان انا اعرض نفسي ان واحد مثلا يجي قذر يعمل لي مشكله او حاجه مش حقيقيه تخليني ما اشوفهمش تاني. هما يعني هما حياتك هن الدنيا كلها. خلي لك اياهم يا رب، لازم تفرحي فيهم وناجحين. هما ناجحين الحمد لله جدا، الحمد لله، وشرفوني جدا. وجوزك انسان، وسوري ان انا ضايقتهم في وقت من الاوقات، لان ضايقتهم كتير بالشغلانه. حتى هما ما فرحوش لما رجعت للشغل؟ لا لا لا، ده يعني تقريبا قطعوني. يعني دلوقتي حتى بيجي لي عروض فيسمعوني وانا بتناقش، مثلا افكر ساعات ارجع، طب ارجع حق، طب لدرجه ان انا قلت لهم طب ارجع اطبخ، يعني ارجع اعمل طبيخ بتاع. بالنسبه لهم نايت يعني كابوس. لو حصل هيبقى كابوس. ايه الحاجه اللي بدك تقوليها لهالعائله الحلوه متشاله بقلبك وقلتي حان الوقت اقول لهم اياها، تقولي لهم ايه؟ اقول لهم سوري، انا متاسفه جدا، انا كنت بنجح وبكبر وبحقق اعتقادا مني ان انتوا في يوم من الايام هتبقوا فخورين بيا، وانا متاكده ان انتوا هتبقوا فخورين بيا او انتوا اوريدي فخورين بيا. بس انا اسفه على كل التعب اللي سببته لكم من الارق والتوتر والقضايا والحاجات والكلام والحاجات اللي كانت بتضايقكم على الفيسبوك. يعني هو ده قدرنا، وزي ما بتشوفوا الناس بتدعي لي في الشارع وبتحترمني وكده، اكيد ده ليه ضريبه يعني. وثانك يو فيري ماتش، ميرسي على انكم كنتوا دايما في ظهري، وعمركم ما جيتوا في وشي عاتبتوني، بس انا عارفه انكم عايزين تعاتبوني، فانا اسفه جدا يعني.
الله لا يحرمكم من بعض دايما. ريهام ريهام حلقتنا خلصت، انا كثير انبسطت بين لقاء الامس ولقاء اليوم. يا رب تشوفي الدموع. عمر ما حد عمل فيا كده على فكره، عمر ما حد نجح انه يعيطني، بس يعني الصوره دي بالذات ما عرفش جبتوها منين، والله العظيم ما مديها لكم، بس الصوره دي يعني الله يخلي لك اياهم يا رب. لكل الناس بهيدا الشهر اللي حابه توجه لهم رساله من القلب، ريهام تقولي ايه للناس اللي عم بيشوفونا؟ بختم معك، اقول ربنا يديكوا كل حاجه حلوه، والحياه قصيره قوي، مش ما فيهاش ولا وقت ولا يعني صحه ولا تحمل ولا اي حاجه ان احنا نحارب بعض او نتضايق من بعض او نعمل مشاكل من بعض، لان مفيش حد هياخد رزق حد، مش حد هياخد بخت حد، كل واحد ربنا قسم له بحاجه معينه، فالحروب دي ملهاش اي لازمه خالص. فربنا يديكم كل حاجه حلوه، ووحشتوني جدا. وانت وحشتيهم برضو. شكرا لك ريهام سعيد، يا رب تكوني كنت سعيده ومرتاحه بهاللقاء. جدا جدا. انا حاتمنى لك السعاده، مش حاتمنى لك شغل بالبدا ولا شغل بالتمثيل او بالتقديم، اتمنى لك تكوني سعيده ومستوره يا رب، وعائلتك تضل سندك الاول والاخير، ومحبه الجمهور اللي مهما غبتي رح تضل موجوده بقلبهم. شكرا لحضورك معنا. شكرا يا اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم مشاهدينا، نلتقي في حلقه جديده، الى اللقاء.